كل دين لا يسير مع الحضارة في كل أطوارها فاضرب به عرض الحائط. وإن الدين الحق الذي وجدته يسير مع الحضارة أينما سارت هو الإسلام. ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علمية وقوانين اجتماعية، فهو كتاب دين وعلم واجتماع وخلق وتاريخ. وإذا طلب مني أن أحدد معنى الإسلام فإني أحدده بهذه العبارة: الإسلام هو الحضارة. قد يبدو من الوهلة الأولى أن قائل هذه العبارة رجل مسلم يمدح دينه وأمته، ولكن قائلها مؤرخ إنجليزي اسمه هربرت جورج ويلز عندما سئل عن علاقة الإسلام بالحضارة. والغريب أننا لو سألنا شابا مسلما نفس السؤال اليوم ما قال مثل هذا القول، فمعظم شبابنا وأطفالنا مبهورون بالحضارة الغربية والتقدم الذي وصلت إليه دون إدراك منهم أن أجدادهم هم السبب الرئيسي في هذه الطفرة الحضارية، ولكنهم لا يفقهون شيئا عن حضارتهم الإسلامية العريقة وما قدمت للبشرية من اختراعات وابتكارات ساعدت العالم أجمع للوصول للوضع الحالي في الوقت ذاته الذي كانت دول الغرب تغوص في جهل وتخلف كبيرين. فالغرب أنفسهم يعترفون بفضل المسلمين عليهم في الوصول لهذه الحضارة، أما نحن فلا نعرف عن تاريخنا شيئاً. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو تجاهل الإعلام والمجتمع بالتذكير وتخليد نماذج من العصور الذهبية للإسلام لتكون مثلاً وقدوة يحتذي به شبابنا وأطفالنا لكي تساعدهم في بناء شخصية قوية قادرة على أن تأخذ من حاضرها لمستقبلها، لعله يخرج من بيننا عالم أو مخترع يحدث فارقاً في هذا العالم ويعيد أمجاد أجداده الأوائل. الفرق الرئيسي بيننا وبين الشعوب الأخرى أنهم يصنعون قدوات لأطفالهم من شخصيات خيالية لا وجود لها مثل سوبرمان ورامبو وإنديانا جونز، بل المؤسف أن بعضا منا يعتقد أنها شخصيات حقيقية. فأين القدوة والتوجيه في ذلك؟ وكيف سنفيد مجتمعنا إذا كنا ضمن هذه النماذج؟ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قررنا نحن أسرة قناة هل تعلم ألا يمر هذا الشهر دون أن نأخذ ثوابه بتقديم برنامج نستعرض فيه نماذج مشرفة من تاريخنا الإسلامي قد غفل عنها أغلبنا ولا يعلم جلنا عنها شيئا. فبالرغم من إدراكنا التام أن عظماء الإسلام لا يمكن حصرهم أبدا، حاولنا مجتهدين أن نجمع لكم بعض النماذج من أبطال تجاهل التاريخ ذكرهم أو بالأحرى لم يوفهم حقهم، ونعرضها لكم من خلال هذا البرنامج، ونحاول استعراض قصص المسلمين على مر العصور. سنأخذكم في رحلة شيقة عبر الزمان والمكان، مارين بكم بكل بقعة طاهرة من أرض المسلمين التي أنجبت نموذجا يحتذى به أو شخصية عظيمة ساهمت في بناء حضارة هذا الإنسان، في رحلة تبدأ من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ومن أزمنة قديمة إلى وقتنا الحاضر. فكونوا في الموعد عقب ظهور الهلال المبارك إن شاء الله.